لكنه كلام ميدو اللي انصف فيه الاهلي وتتويجه كان فيه كلام كمان مهم جدا من الزميل العزيز كريم رمزي. وكريم واحد من الناس اللي ليها راي رصين وعندها دايما وابدا موضوعيه في عرض وجهات نظرها. نشوف كريم رمزي في اون تايم سبورت وظروف تتويج الاهلي. الاهلي كسب الدوري وبفارق كبير عن اقرب منافسيه، وبفارق كبير من النقاط عن اقرب منافسيه. الاهلي بطل عشان هو بطل، الاهلي بطل عشان هو اسم كبير، النادي الاهلي هو التاريخ، هو الاسم الاكبر في الكره المصريه والافريقيه على مستوى البطولات، وبالتالي مفيش مخلوق في الكون يقدر يوقع النادي الاهلي، مفيش. وبالتالي الاهلي لا يفرق معاه لاعب، ولا يفرق معاه مدرب، ولا يفرق معاه اداري، ولا يفرق معاه مين بينتقده، مين بيضايقه، مين بيحاول يشاور على المشاكل اللي فيه، هل في اصلا مشاكل في النادي الاهلي ولا مفيش. حتى لو في مشاكل الاهلي برضو بيكسب. ليه؟ طول ما انت عندك تاريخ كبير، طول ما انت عندك جماهيريه عظيمه، هتفضل طول الوقت بتدفعك لقدام، بتدفعك للانتصار. ممكن يبقى معاك فلوس كتيره تعرف تجيب بيها لاعبين وممكن تكسب بيها طبعا، ممكن يبقى معاك بعض مسانده اعلاميه، كل الظروف الخارجيه دي ممكن تساعد انك تكسب مباراه، يعني بشكل مبالغ فيه ممكن تخليك تكسب بطوله. لكن طول ما انت مش واقف على ارض صلبه، مش واقف على تاريخ كبير، مش واقف على جماهيريه كبيره، عمر ما استمراريه الانتصارات هتحصل لك. هو ده اللي حصل للنادي الاهلي في الفتره الاخيره. لازم جماهير النادي الاهلي او بعض جماهير النادي الاهلي ترجع تاني تفهم يعني ايه النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيوقفش على حد، النادي الاهلي ما فيش حد يعرف يأذيه، ما فيش حد يعرف يضايقه، ما فيش حد يعرف يوقعه. ليه؟ عشان الاهلي كبير. طيب ملخص الكلام، كلام رائع جدا طبعا ولازم كل الناس يفهمه، لكن انا عايز اقول هو ملخص الكلام الاهلي مصيره في ايده. مصيره في ايده يعني ايه؟ يعني هو السياج الذي يحمي كلام كريم ان ما فيش حد يقدر يوقع النادي الاهلي، ممكن تاخد منه بطوله، ممكن تاخد منه مش عارف ايه، لكن يبقى الاهلي محمي بايه؟ بسياج سياسه وعقيده ونظام ومبادئ وقيم وقدره واستشراف، وانك انت تملي استشراف ايه؟ يعني تبص للمستقبل وتبقى متوقع الازمه ايه وتحلها وبسرعه وتتدارك نفسك. هو ده النادي الاهلي اللي، ولذلك عبر التاريخ من اول ما قلنا حسين حجازي وازمه حجازي لحد النهارده وازمه صبحي وهيبقى بكره في ازمات اخرى، لكن كيف يتعامل الاهلي؟ يتعامل محمي بسياجه التقاليد والسيستم والنظام الذي يسبق كل شيء. انا بتفق معاه في كل كلمه قالها. طول ما الاهلي متمسك بهذه الثوابت ما تخافوش على الاهلي،